السلام عليكم، مرحبا بكم لندن حجامة عن كابين. كوم دابيتيد يا خوتنا، اليوم زيارة جميلة جميلة جدا. أولها جاونا أحبابنا من ليبيا. ليبيا شقيقة لندن حجامة، وفوق الليبيين زادنا خونا صالح. ربي يحفظكم، مرحبا بكم. أولا نبدأ بلي فيزيتور، حبيبنا ليبيا. حبيبي اهلا وسهلا، مرحبا بك. بصح عليكم تولون بن حجامه كامل. حبيبي بارك الله فيك، اعطيني كلمه ولا زوج. الاكسبيريونس تاعك، الاكسبيريونس تاعك ما شاء الله، ما شاء الله البلاصه نتاعك نقيه ويداك الاخفاف ما شاء الله. هو ثاني حتى هو ثاني خويا فونا شاكر. بعد ما درت الحجامه الحمد لله صحتك ان شاء الله، ربي يشفيك ان شاء الله، ربي يشفيك ان شاء الله. الحجامه اللي درتها اول خطره، اول خطره في حياتي. كي دخلت كيفاش كنت وكي درتها كيفاش حسيت؟ حسيت باني خفيف الحمد لله ومرتاح. كان عندي بريشر في ظهري، حسيت اني تريحت بعد الحمد لله. وش من لي كونساي اللي تعطيه للناس؟ نصائح اللي ما عمره دار، المفروض تروح للحجامه ديريكت من غير الحبوب والكاشي وبعد على كل شيء. روح للحجامه ديريكت. ما شاء الله ما شاء الله. والاخ ثاني قال نروح لعمو صالح، زيد نروح الثاني الاخ ثاني حبيبنا. كلمه لجوع الحجامه. ما شاء الله، هذه الحجامه هي لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والصبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما لكم الا اخوكم ما شاء الله بروفيشنال، ما عندكم وين تروحوا؟ اروحوا ليه؟ مرحبا بكم، تعال تعال. انا قبل ما يروحوا لي هذوما احبابنا الليبيين، لازم نزيد حاجه في البروغرام تاعي. كما قال المرحوم زنقا زنقا. يعني حجكم حجكم من واحد واحد. خويا صالح ربي يعافيك، كلمه ولا زوج. ربي يستر، شرف عظيم اخونا شاكير، سنوات نعرفه، انسان طيب، رجل ميداني. قبل ما يكون الحجامه كان رياضي وحيد وكاع رياضه، خدم كاع الخدمات، باراميديك، كاميرا ناس تصور هذا ويجيب لي زوم طويل. هذه صراحه انسان طيب، مانيش كي نشكر فيه، لكن نعم الرجل خويا. رحنا للويسو ما تلاقيناش، معليش رحت الحومه، رحت للويسو. يا خوتنا واش نقول لكم، مرحبا بكم. لي مريض ولي عنده ألم ولا حاجه، مرحبا بكم. هذه يلا نحكي على نظيفه ونظيفه خوتنا ما شاء الله. يعني صراحه انا بلاصه كيما هذه، يعني ماشي نقول لكم نزكي فيه، لكن واش راكم تشوفوا خوتنا النظافه ما شاء الله. واش تشوف مجد عينك هي ميزانك ما يقول لك ما شاء الله. ما شاء الله، وزيد الناس ماشي يخلطوا، يخلطوا عنده كلش. يعني شوف كلش كلش تيغيليزي، كلش سبيطار، كلش كلش ديكلاري. انا والله العظيم، انا اسمح لي انا قبل ما نجي هنايا والصراحه كنشكر فيه ما شاء الله. قلت له انا ما نامنش حتى بعيني نشوف شحال انسان ما شاء الله. الله ما شاء الله مقيي، وانسان يتكلم مليح ما شاء الله، والناس اللي جاوا عنده ما شاء الله. هو الصالح ثاني ما شاء الله، عاطم انسان ما شاء الله ما شاء الله. يا خويا كما يقول راهو بعيني، مرحبا بكم، طيبين يعرفوا طيبين ان شاء الله، طيبين وربي يحفظكم. ومام زدنا نزيد لكم مام اللي ما عندوش واللي ماشي خدام ومريض، مرحبا به. باطل بارك الله فيك، دام هكا ماشي كاس وقت الشهر 20 باوند، حنا باش نخلصوا بها الكرا ونشوف بها الماتيريال. واللي ما عندوش يا خويا كاين كيما نقولوا ان شاء الله ربي هو اللي يعاود يرزقوا. بصح روحوا تحجموا باش تبراو ان شاء الله. وراه يدير في حياة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجامه قدامك. حجامه هي كاع كيما نقول لك، راه نحيو في السنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، والشفاء كله من عند ربي. وخاوتنا السلام عليكم من عند الليبيين، من عند الجزائريين، وشوفوا مع القارئ. السلام عليكم، ربي يحفظكم.